أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم به وبذكره الصالحات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بنا من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يا الله فوق مداركي سر هناك على ثناك أصون. إني أنا الإنسان أعرف من أنا وأرى مكاني منك أين يكون. يا ذا الجلال وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنون. أرسلت خير الورى في فمه الهدى للعالمين مفصل ومبين. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا فكل حسابه موزون. الحرف والكلم المعظم معجز ومن الجلال تفرد المضمون. وصلاة وسلاما على نور الوجود سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. الحب مركبي بغير تردد والشعر أبحر في غرام محمد. فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وإلهنا أوصى بها فهيا رددوا يا رب صل على النبي محمد. يا ربنا بالمصطفى وآله ومن صفى امنح جميعنا الصفا وكلنا على الدوام. من مد كل الأنبياء بالنور حتى الأتقيا ربي عليه مصليا ومسلما أزكى سلام. الأنبياء والرسل في يوم حشر تذهل وأنت ثبت أكمل منحت محمود المقام. صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا نقدم فقرات هذا الحفل الحاشد الذي جمع الأحبة من كل حدب وصوف، ما جمعهم إلا الحب في الله. فمن كان منا هام في الحب مثلنا وباع إلى المحبوب نفسا كما بعنا، ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. من لم يذق في الحب طعم شرابنا فمن أين يدري الحب أو يفهم المعنى. جئنا إلى هذا المكان العامر الطيب بأهله. سلام دار الكرامة والكرم، دار محب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام، قلب أسيوط النابض من أمام دواوين آل الكرم آل الخطبة، ومن أمام ديوان معالي المرحوم بإذن الله تعالى الحاج علي الحاج سيد، حيث تقام هذه الليلة القرآنية الكريمة فرحا وسرورا وابتهاجا بزواج زهرة أزاهير آل الخطبة بسلام محافظة أسيوط معالي الأستاذ المحترم أحمد علي الحاج سيد. وإني لفي فرحة غامرة وسرور بالغ أن نجمع في هذه الليلة الكريمة بين فرحتين هذا العرس الذي جمع كل الأحبة فيه من جميع المحافظات، وبين مقدم العالم الإذاعي الكبير هرم التلاوة وإمبراطور القراءة صاحب المدرسة الملتزمة التي قلدت ولم تقلد أحدا. إنه الهرم الواضح الزائع الصوت
بين مصر وربوع المعمورة، حيث شرف المحافل الدولية العربية منها والأجنبية. قارئ مصر والعالم العربي والإسلامي الأول، زينة المجالس، أنيس كل جالس، رئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى العالم ومقرها المملكة العربية السعودية، نائب شيخ عموم المقارئ المصرية، علامة مميزة واضحة بينة في أعلام قراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فارس المنابر تأتي منه الكلمات من بين ثناياه وتجري كجريان الماء الزلال من جداوله. إنه معالي رئيس مجلس إدارة مجمع الطاروطي الذي يقوم على خدمة الناس لا فرق بينهم في درجة أو مقام. رئيس مجلس إدارة معهد الطاروطي لإعداد القراء والممتهنين، وكيل وزارة الأوقاف سماحة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. كما أرحب بشيخي الداعية الإسلامي الكبير الذي أمتعنا في لقائنا به الأول، فعلمنا كيف يكون الزواج وتكلم عن تيسير الزواج، ثم مر بنا على من أراد أن يهيل التراب على الإسلام فأزال صخور الجبال فوق رأسه، أمثال إبراهيم وغيره، وقد تحدث باستفاضة عنهم الداعية الإسلامي الكبير سيدي وتجراسي عبد الغني العقلي البداري أسود. كما نزف البشرى بأهل السلام ونهنئ باسم معالي سعادة الدكتور عبد الفتاح الطاروطي شيخنا عطية الله نصار سلامة باعتماده مبتهلا بالإذاعة والتلفزيون. يسمح لي معالي الدكتور في ثوان معدودة أن أقول لسيادته هذه الكلمات التي تنبئ عن محبة بالغة متأصلة منذ سنوات عديدة. معالي الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، سألت الله لك تحقيق الأمان وتوفيقا على طول الزمان، وأن يكرمك بأن تحيا تقيا عفيف النفس واليد واللسان، ويرعاك ويشملك بعفوه، ويصرف عن فؤادك ما تعاني بحق المصطفى خير البرايا وبالقرآن والسبع المساني، وأن الله ذو فضل عظيم وفضل الله مأمول وداني، صلاة الله للمختار طه وتسليم له في كل آني. وعمن تسبب في جلستنا الوالد الكريم الذي رحل عنا بجسده وبقيت أعماله وأولاده أدلاء على ذلك، فهم رموز الخير، فمنذ أن وطأت قدماي أرض هذه البلد الطيب أهلها سلام، ولا حديث لهم إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت، عن الحاج علي الحاج سيد أتحدث، حر إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. وأقول لمن جاء إلينا في هذه الليلة الكريمة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممشاكم في ميزان حسناتكم. أقول لكم جميعا، الشعر أشرق وجهه وتهللا، وتراقصت لقدومكم جميعا رتب العلا، والشطر في أبيات جاء متبسما، والفرحة العظمى جاءت أولا، والقلب لو ترجمت نبضاته لسمعت أهلا بالأحبة يا هلا، يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا، ويأتي بعضه متمهلا متجملا، يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا، أرى القلوب والأعناق تشرئب والأفئدة تتمنى والضمائر يقظة لسماع سيدي الإذاعي الكبير وتجراسي معالي الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. ادعو الله عز وجل له أن يوفقه وأن يعلي شأنه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فليتفضل سيدي مشكورا مأجورا.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Oh!
بسم الله ربك.
خلقتك من قبل ولم تكن
منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أنت. ضيفت عليك الله يعمل الدكتور عبد الفتاح. قال ربي فخرج على قومه من المحضر Yeah.
يا you
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت وسلام قالت إني يا
Okay.
ووزي إليك بجذع النخلة ووزي
Oh!
وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما قلت وأوصاني وأن
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك بمشيئة ربنا من الشاهدين. كانت هذه التلاوة القرآنية الكريمة لقارئ مصر والعالم الأول وزينة المجالس وأنيس كل جالس، رئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى العالم ومقرها المملكة العربية السعودية، ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووكيل وزارة الأوقاف وفارس المنابر ورئيس مجلس إدارة مجمع الضروطي الذي أنشأه على نفقته، ورئيس مجلس إدارة معهد الضروطي لإعداد القراء والمبتهلين، وعضو المجلس الأعلى لشؤون القرآن الكريم. ذلكم العلم الإذاعي الكبير واجهة قراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، سماحة مولانا الشيخ الدكتور عبد الفتاح الضروطي الهرم الرابع للعرب وللعالم الإسلامي أجمع. وكانت هذه التلاوة القرآنية الكريمة التي نورت هذا الحفل الكريم لزواج زهرة أزاهير آل الخطبة من سلام العامرة محافظة أسيوط أمام دواوين آل الكرم ديوان المرحوم الحاج علي الحاج سيد، لزواج الأخ الكريم المحترم معالي الأستاذ أحمد علي الحاج سيد. أسأل الله تعالى أن يتم فرحته على خير. والعائلة الكريمة أصولا وفروعا يتقدمون لحضراتكم جميعا بخالص الشكر على حضوركم، كما نسأل الله تعالى أن يتم فرحتنا وفرحتكم ويتقدم لكم بخالص الشكر أولاد الحاج المرحوم علي الحاج سيد، معالي الحاج محمد علي الحاج سيد، معالي الحاج سيد علي الحاج سيد، معالي الحاج مصطفى علي الحاج سيد، على حضوركم المشرف. أيها الإخوة الأحباب، أشكر كل الحضور باسم العائلة الكريمة الذين شرفونا من جميع المحافظات، وسادتي علماء الأزهر والأوقاف وقيادات الشرطة والجيش، وكذلك السادة نواب الشيوخ ونواب مجلس الشعب، وعلماؤنا الذين شرفونا من جميع المحافظات، فضيلة مولانا القارئ الإذاعي الكبير محمود طه الصفدي، مولانا الشيخ عصام المنياوي، مولانا الشيخ إسلام الفولي، مولانا الشيخ وليد التلاوي، مولانا الشيخ حسين الأبيوهي، مولانا الشيخ حسن المقرحي، مولانا الشيخ ربيع إسماعيل التلاوي، سيدي وتجراسي زهرة أزاهير القراء عماد حلمي عبد السميع ورفيقه، سيدي الذي اعتمد مبتهلا باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، سيدي عطية الله رمضان السلمي. أسأل الله أن يتم عليه الفرحة وأن يفرحنا دائما بابتهالاته الشيقة. معالي سعادة أستاذ الدكتور القارئ والمبتهل سعيد خالد. أيها الإخوة الأحباب، علم العالم وعقل العاقل اختلف، من منهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف، فأنصف العلم إنصافا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. وقالوا عن الرجال رجل يدري ويدري أنه يدري فذلكم عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلكم جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلكم مكابر فامقتوه. ومعنا بفضل الله ولو نزكيه على الله، عالم يدري ويدري أنه يدري فذلكم الشيخ المحترم عبد الغني العقالي ابن البداري أسيوط، فاستمعوه. فليتفضل الشيخ عبد الغني مشكورا مأجورا.
يا اخوانا لو سمحت، المجتمعون حول الشيخ جمعهم الحب، لكن من ضمن الحب برضو نسيبه يستريح عشان نستمتع في التلاوة القادمة. اللي يحب سيدنا النبي يتفضل يستريح، اللي يحب سيدنا النبي يتفضل يستريح.